أطفال في سجون الاحتلال، واقع مرير يعيشه الفلسطينيون في ظل الاحتلال الصهيوني وما يرتكبه من جرائم وانتهاكات طالت حتى الأطفال. المنسق الإنساني للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والممثلة الخاصة لمنظمة اليونيسيف ورئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أصدروا بياناً مشتركاً طالبوا فيه الكيان الصهيوني بإطلاق سراح الأطفال الفلسطينيين المحتجزين لديه، لا سيما أن السجون الصهيونية المكتظة بآلاف الأسرى تعد بيئة مناسبة لتفشي فيروس كورونا. البيان الأممي أكد على ضرورة أن يظل حق الأطفال في الحصول على الحماية والأمن والرفاهية مصاناً في كل الأوقات وفي الأوضاع الطبيعية، مذكراً باتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها الكيان الصهيوني ودولة فلسطين، ومؤكداً أن نحو 200 طفل فلسطيني اعتقلتهم سلطات الاحتلال منذ نهاية شهر آذار الماضي ولم يحاكموا أو توجه إليهم أي تهم، ويتعرضون مع غيرهم من الأطفال الأسرى لانتهاكات لم تحدث في تاريخ الحقوق والأمم المتحدة بحسب البيان. وبحسب تقارير حقوقية فإن الكيان الصهيوني اعتقل منذ انتفاضة الأقصى في العام 2000 أكثر من 17,000 قاصر فلسطيني تتراوح أعمارهم ما بين 12 و18 سنة، من بينهم نحو 7,000 خلال السنوات الخمس الأخيرة، ويظل نحو 5,000 أسير من بين هؤلاء في سجون الاحتلال يتعرضون لصنوف الاعتداء والضرب وازدحام الزنازين وانعدام التهوية فيها، فضلاً عن إغلاق الحسابات البنكية للأسرى والمحررين، ما يعني أن الاحتلال لا يتوقف عن محاولاته تحويل حياة الفلسطينيين في سجونه أو خارجها إلى جحيم لا يطاق، بينما الفلسطينيون يراهنون على الصبر وقوة الإرادة والمقاومة لإفشال المحاولات الصهيونية.